علي نجم إبراهيم بدأ بفكرة بسيطة خالص، غاية البساطة، عن شخصين مختلفين تماما عن مجتمعهم، واحد بيحب معزة وواقع في غرامها، وواحد بيسمع أصوات مزعجة. دي أول لاين. يعني شريف صديق عزيز جدا، صديق شخصي وصديق فني كمان. أنا متابع شغله من أيام صباح الفل وساعة عصاري وكل الأفلام القصيرة. وشريف يعني الشهرة اللي مشهور بيها في مصر إنه المخرج الواعد، إنه مخرج المستقبل، ولكن هو اتأخر، والتأخير ده جه في مصلحته جدا جدا جدا. انتقل بقى على الأرض، بقى مخرج بجد، عنده أدوات يقدر يخدم بيها فنه، فيلمه اللي بيحبه اللي هو بيعتبره ابنه، كل أفلامه. هو دي أحلى حاجة في شريف، إن هو بيتعامل مع الفيلم على إنه هو الـ ولده. فدي وشريف عنده ميزة عظيمة جدا جدا جدا، إن هو بيعرف يقرأ الممثل، بيعرف يخرج منه الحاجات اللي الممثل مش عارفها. يعني ده حصل معايا بشكل شخصي، انه انا في حاجات كتيره ما اعرفهاش عن نفسي، ما اعرفش ان انا عندي الامكانيه دي، ولكن هو عارف ده. ودي حاجه بتريح الممثل، لانه بتبقى موتره وبتضغط عليه، ولكن في الاخر هو عارف يجيب منين الحاجه الحقيقيه اللي بجد. لانه في الاخر علي معزه وابراهيم هو فيلم مختلف في كل ادواته، فكان عايز كمان طريقه تمثيل مختلفه مش تقليديه ومش متعارف عليها. فهو عرف يربط الاثنين دول في بعض، ان هو وجه فريش، حد مش معروف خالص، وفي نفس الوقت عارف يطلع مني الامكانيات ديت، عارف يستخدم امكانياتي اللي عندي، اللي انا شخصيا مش عارفها، اكتشفتها معاه في الفيلم خلال التصوير. خصوصا ايه؟ انك انت على بداية الطريق. كانت حاجة طبعا، يعني مش عايز اقول انها حاجة صعبة، ولكن هي كانت حاجة تستحق المغامرة. يعني تستحق ان انت تقطع من وقتك ومن شغلك، لان انا عندي شغل، وعندي يعني انا في الاساس ممثل مسرح شارع، وعندي فرقه مسرح شارع اسمها اوضه حمراء، وهي دي ده البروجكت بتاعي اللي انا بشتغل عليه، واللي بديله كل وقتي، واللي بيديني حياتي. يعني فان انا استقطع من وقتي ومن شغلي ومن حياتي فترات طويله لمده سنه ونص، تحضير وبروفات يوميه 6 ساعات، بنجهز لمشهد نشتغل كل يعني نشتغل 6 ساعات بس علشان مشهد واحد، دي حاجه ليها قيمه بالنسبه لي. ده تقل اماكن التصوير بالنسبه لي. يعني التنوع الكبير ما بين كل حاجه، يعني اعتقد ان الفيلم ما سابش لوكيشن. يعني شريف برضو شاطر جدا في ان هو اختياره للاماكن، مواقع التصوير كانت حاجه سحريه، حاجه كل موقع فيه كده تفصيله سحريه، ان كان سينا، ان كان اسكندريه، ان كان الدرب الاحمر، او يعني الحقيقه اماكن حقيقيه. الفيلم حقيقي، يعني في الاخر الفيلم حقيقي، هو مش فيلم بيقول واقع مغاير او واقع مختلف. يعني شخصيه علي معزه دي، الشخص اللي بيحب النعزه ده، بنشوفه في الشارع، بنشوف ناس فعلا عندها علاقه حقيقيه ما بينها وما بين حيوان ما، وهي مش بالضروره علاقه يعني شاذه، ولكنها علاقه انسانيه. انا يعني كده عندي شعور او عندي حد بيقول انه الجمهور المصري هيحب الفيلم ده، لانه زي ما كنت لسه بقول لك الشخصيه دي موجوده، ومن الشخصيه ديت من الشخصيات اللي ممكن تقابلها في المجتمع وتحبها لله في لله. يعني تشوفه كده، يا ابني انت ايه يا ابني، انت جميل كده ليه، انت حلو كده، فتحبه وترتبط بيه وتصاحبه وشطاره شريف انه عارف ينقل ده على الشاشه، انه واحنا بنقرا السيناريو كان حاجه سحريه، انت ازاي هتعمل ده؟ فلما شفت لا ده منقول حق، وده رد فعل جمهور كتير هنا في دبي في المهرجان. هم ما حدش عارفني، فما حدش بيجاملني، فالناس بتقول كده، انت ازاي احنا حبيناك كده ازاي؟ مش انت كعلي صبحي، لا انت كعلي معزه، انا شايف انا مصدق الشخص ده. فده المخرج،
والمؤلف احمد عامر. طبعا احمد عامر كاتب سحر. لو في فرصه في اي وقت في اي زمن ان الجمهور يقرا السيناريو ده هيحس قد ايه اللي اتحط على الشاشه خادم قوي السيناريو ومطلع السحر اللي جوه السيناريو. ودي حاجه تحسب جدا لشريف وتتحط يعني كده وسام انه قدر ياخد السحر اللي احمد عامر عامله ويوريه لنا في فيجوال عامل ازاي. كان طبعا بالنسبه لي شيء مرعب انك تشوف نفسك على شاشه كبيره وفي وسط جمهور كله ما يعرفكش، مش اصحابك ومش الناس اللي متعود عليهم في المسرح، يعني متعودين ان احنا اصحابنا اللي بيقعدوا يقولوا لنا انتوا حلوين وبتاع وايه الكلام ده، انه تشوف نفسك كده على شاشه كبيره دي حاجه موتره جدا. ولكن انا حبيت علي معزة، ما اعرفش علي صبحي ده مش موجود بالنسبه لي، بس حبيت علي معزة جدا، تعاطفت معاه، ضحكت. ابراهيم كمان لازم اقول حاجه مهمه جدا، انه جزء كبير جدا 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 من استقبال الجمهور الحافل ده هو علاقه ابراهيم بعلي معزة الحقيقه. والعلاقه ابراهيم وعلي معزة دي كان ليها حاجه ثانيه، علاقه احمد مجدي بعلي صبحي، انه انا شاب، انه احنا الاثنين اصحاب طبعا، بس احمد انه احمد كمان احمد مجدي من الناس اللي هو انسان فوق العاده، يعني انه في الاخر هو بيدي لك كل حاجه، بيدي لك روحه، ولو انت قاعد معاه بتشتغل معاه هو بيساعدك لاخر حاجه، يعني ما بيبخلش عليك ولا بمعلومه ولا بانه لا ما تعملش كذا واعمل كذا علشان كذا احسن. لو كده كان هيبقى واحد تاني مش علي صبحي برضه، كان هيبقى نجم صف اول برضه يجي يعمل علي معزة، ونجم صف اول يعمل، ولكن هو الفيلم الحدوته بتاعت الفيلم هي بتقول كده، بتقول ان الاشخاص دول شبه مجتمعهم جدا، وهم ناس من قلب الشارع المصري المهمش كمان، مش الشارع المصري بس اللي هو كده بنشوفه في السينما بلطجيه وبتاع، لا يعني لو خدت بالك من حاجه معالي معزة ده عيل بلطجي وبيعود لسانه وبيعرف يتكلم كده، بس في نفس الوقت هو بيحب، ودي الحقيقه، انه الناس بس مش بلطجيه وبيرفعوا مطاوي وبيولعوا في عربيات، لا الناس بتحبه وعندهم مشاعر انسانيه وحقيقيه وعندهم قلب بيدق يعني، فعشان كده فيلم حقيقي، عشان كده انا واثق ان الجمهور هيحبه لانه هو ده معمول للجمهور المصري. هو فعلا حبه امبارح في العرض الحمد لله. دي كانت حاجه مؤثره جدا، وكانت حاجه يعني ابتدوا ان الواحد يكمل في نوعيه الافلام، يصدق الفيلم قبل ما يبقى عايز يعمل فيلم علشان يعني انا ما كنتش عايز اعمل فيلم علشان اتشهر، انا عايز اعمل فيلم علشان بحبه. فانا حبيت السيناريو، حبيت شريف، حبيت احمد مجدي، حبيت كمان شخص مهم جدا عمل معانا شغل كويس جدا هو لوك لينر، وهو كوتش التمثيل، وهو اللي ساعدني انا واحمد، احنا طبعا ماتشنج في الحياه عامه بنحب بعض واصحاب، ولكن هو ادانا تراك اللي نمشي عليه علشان نطلع في الاخر على الشاشه. الناس بيقولوا ايه دول عارفين بعض من الاف السنين، الشخصيتين دول مع انهم بيتقابلوا مره واحده وبعدين بيبقوا اصحاب طول العمر. اللي ساعدنا جدا كان لوك، وكان هو اللي بيدي دايما، واي سؤال تساله له يجاوبك عليه بكل امانه، حتى لو الامانه دي هتجرحك او هتزعلك، ولكن هو كان صريح جدا انه انت عندك مشاكل في الحاجه الفلانيه ما تعملهاش. فدي كانت